هذه النظرية البروفيسور. شكرا لكل الاخوان في المشاركات. وطبعا الميزه في الكلام ده انه فرصه لتوضيح الواحد ما كان يعنيه اذا كان ما يعني ما وضحته ما في ما كان مفهوم. يعني الاستاذ نازك العباره الاولى المشكله هي مساله وردت في بعض التعليقات الاخرى حتى اخر المشير ازاله النظام هي الاصبغيه الاولى وليس تغيير الاخلاق، وانما زي ما قال الاستاذ وفر مقومات الحياه للناس ثم يأتي تغيير. من بيعمل ده؟ يعني مو الشعب السوداني. ما هو المسألة هي شنو العبارة هي الناس بتكلم عن إنه التغيير الأخلاق ضروري لإحداث التغيير المطلوب، لأنه العنصر البشري اللي أنت بتعبيه العمل ده فاقد الرؤية الواضحة وفاقد إرادة التغيير ومهزوم ومنكسر فأنت هي الحقيقة المسألة هي مسألة يعني زي مسألة إنك الأمريكان بيسموها كاش 22 اللي هو ما عندك عشان يكون عندك ده يكون عندك ده وعشان يكون عندك ده يكون عندك ده. فزي برضو زمان إحنا نقول المعرفة المفتاح عند السلطان والسلطان عاوز عروس والعروس تذكر. فالمسألة إن المسائل يعني أنت بتحتاج تبدأ في نقطة ما في نقطة ما، لأنه صحيح إنه الأخلاق في غمامة ما بتتحقق إلا بالمنابر الحرة وبالبحث والمحاولة المستمرة، لكن البداية أنت بتحتاج إنك شعور الناس بأنهم قادرين على التغيير ده ذاته هو تغيير أساسي. نحن دلوقتي فاقدينه. رسالة اسمه مفتكر ما كنت هي النقطة دي برضه خليها أنا أمشي لكلام الأخ حسن. في انا ما لقيت دور الحياه السياسيه في السودان وانكرت دورها، لكن قلت انه كانت قايمه على اسس خاطئه وممارسات خاطئه. يعني النقد الذاتي ده ما فيه حاجه. يعني كانوا نقول انه لو كانوا ايجابيين وكانوا علميين وكانوا موضوعيين بقدر المطلوب ما وصلنا للي وصلنا له. يعني ان نقول بانه قياداتنا السياسيه كل الاحزاب السياسيه كل القيادات السياسيه طبيعه العمل السياسي نفسه العفوية، المجاملة، عدم الموضوعية، المسائل دي كلها كانت موجودة، عشان كده نحن انتهينا اللي انتهينا له. أنا ما أفتكر ده هو إلغاء أنا ما كلمة إلغاء دي ما قلتها وأتكلم بها لو حصل أنا ما قلتها، لكن قلت نحن نحتاج ننقد نقد أساسي ولا أفتكر إنه ضروري برضه أن ننقد نقد أساسي ده. طيب مشروع قال ما عنده قيمة لأنه حينتهي يوم 9/7. هو مش منو قال مشروع قال للجنوب بس؟ عشان لما الجنوب ينفصل مشروع غرق ينهزم. اذا كان مشروع غرق هو عن يعني نظام سياسي جديد او طبيعه لاعاده صياغه العمل السياسي في الشمال، والايد ذات النقطه الاولى اللي قبل شويه قلتها انه النقد ده بتاع انه ضروره اعاده صياغه العمل السياسي في السودان، كل ما هو مقتنع بها يعمل بها. ان شاء الله السودان ده لو بقى المديريه الشماليه بس مواجهه نفس التحدي. يعني مثلا انه الجنوب انفصل هو فشل الشمال والجنوب في تطبيق المشروع اللي قدمه الدكتور غران، لكن ما بيعني انه المشروع نفسه فاشل اذا كان المساله هي الرؤيه الواضحه. يعني مثلا مؤكد الماركسيين ما بيفتكروا بانه ماركس ما قال شيء لانه الاتحاد السوفيتي انهار وروسيا والصين ما تتغير. يعني عدم نجاح الافكار في ان تعاش وتحقق بصوره واقعيه وعمليه ما بيعني انه الافكار دي ما عندها قيمه. السؤال هو انه هل المشروع في حد ذاته يستحق ان يحمل ويقدم للناس ويلتزم به الناس ولا لا؟ مش انه الناس ما حتى الان لم يلتزموا بذلك المستوى. هل الفكر الانساني انتهى عند الاستاذ محمود طه؟ لا. الفكر السوداني الفكر الانساني لم ينتهي بالاستاذ محمود طه. الاستاذ محمود طه لكن قدم مساهمه اساسيه وجديده. في الحقيقه قليلين جدا بيعرفوا مدى جده وجراه ووضوح وسويه الطرح اللي قدمه طرح الاستاذ محمود طه على مدى الفكر الاسلامي. ما في زور قدم الطرح قدم الاستاذ محمود طه.
لكنه ما بيعني انه هو نهايه الفكر الانساني، هو في الحقيقه هو بدايه الفكر الانساني، بمعنى انه هو قدم الاسلام بمستوى انساني يجعل الانسانيه مستقبل. طبعا ده كان اعطيانا ما عنده غير انا عادي ما في مشكله وما في حظر على الزول انه يقدم اي فكر اخر، لكن ما ينكر فضل الفكر ده لانه في امكانيه لفكر اخر. ودي عبر الانسانيه والحضاره كلها انه الناس بتبني على بعض. الاستاذ محمود بنى على من سبقوه وقدم شيء نبني عليه لقدام، ما ننكره لانه مجرد انه في ناس متحمسين له. انا استاذي ما اكون كده يعني. الأستاذ إسحاق أفتكر أعتذر اسم إسحاق إشكالية الأحوال الشخصية ومركزية ولا مركزية القوانين وفصل الدين عن الدولة. طبعا هي مشكلة كبيرة. المشكلة هي أنا يعني شغال في المجال ده، أنا كتبت فيه وبكتب فيه وما زلت عشان كده اسمح لي أنه شوية أوضح النقطة دي. ما في حاجة يسمى شريعة الأحوال الشخصية. في الحقيقة ده خطاب استعماري. يعني فكرة أن في حاجة اسمها الأحوال الشخصية لا بد أن تحكم بالشريعة الإسلامية بينما باقي الحياة غير محكوم بالشريعة الإسلامية، فكرة دخلت في المنطقة دي في 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 ركاب الاستعمار. قبل الاستعمار ما كان موجود، يعني الأحكام دي الأحكام الشرعية قبل لما قلت الذنب والجريمة، الناس كمسلمين في كل مكان في كل وقت بحاولوا ان يعيشوا بوقت علم الاسلام، لكن ما كانت بتطبق قوانين وما كان في دار مركزيه لتنفيذ القانون. على مدى التاريخ الاسلامي ما كان في، يعني كان طبيعه الاحكام هي قائمه على القبول الشخصي الفردي في اطار مجتمع معين، لكن ما كان في مركزيه، ما كان في، يعني انا بكتب فيها بالانجليزي بفكر فيها بالانجليزي اقول لكم بالانجليزي، انه ما كان في public prosecution، يعني مفهوم ال بيسموه شنو الاتهام العام الجبري الجمعي ما كان موجود. يعني لحد ما جاءت الادارات الاستعماريه في المناطق الاسلاميه ما كان في حاجه اسمها اداره القضاء ولا إدارة الاتهام. كل العمل إذا كان تم فيه محاسبة بيتم على أساس الناس بيمشوا لقاضي باختياره الشخصي لأنه مخترعين بأنه قاضي ده على الفقه اللي هم عايزينه، والقاضي ده بنفذ الحكم بيصدر الحكم على أساس الفقه. الدولة ما بتطع القانون ولا يعني بتنظم نظام قانوني مركزي. فالفكرة دي جديدة، الفكره دي جديده على على المجتمعات الاسلاميه دي كلها. فمن هنا لما جاءت الادارات الاستعماريه اخذت الجوانب من العمل العام اللي بتهم مشروع الاستعماري وجعلتها هي تابعه للقوانين وطبقت على القوانين الاوروبيه. يعني القانون العقابي الجنائي، القانون المدني، القانون الدستوري الاداري، يعني ممكن تسمي الموضوع كأنه حلقات مركزية الداخلية. هو كل ما ضعف اهتمام الاستعمار بالمجال المعين كل ما ضعف فرض الاستعمار على أنظمة أوروبية قانونية في ذلك المجال. بالطريقة دي المركزية بتاعت الأحوال الشخصية بمعنى مسائل الزواج والطلاق والبراس وكده أقل الأمور هما للاستعمار والإدارة الاستعمارية. فعشان كده ظلت على ما كانت عليه ممارسات الناس، غير أنه أدخل عليها نظام إدارة قانونية مركزية. يعني أصبح في كل المجالات الناس كانوا بيتغاضوا لفهمهم هم للشريعة حسب قناعاتهم الشخصية وما كان في تنفيذ مركزي. لما جاء التنفيذ المركزي في كل شيء ثاني طبق برضه على الاحوال الشخصيه، مع انه الدوله اصبحت بتقنن قانون اسمه الاحوال الشخصيه. لاول مره في التاريخ الاسلامي تحصل دي سنه 1917 لاول مره.
بانه تركيا قبل انهيار الامبراطوريه العثمانيه في تركيا اول قانون فيها بيحكم الحوار الشخصيه صدر في تركيا سنه 1917. هل شوف التاريخ ده من ما بدا الاسلام لحد 1917 ما في حد يسمي شرع الحوار الشخصيه ولا في تغنين ليه. التغنين اللي حصل سنه 17 تغنين انتقى من مدارس فقهيه مختلفه الصياغه اللي تم بها اصدار القانون. اصبحت الاحكام اللي وردت في القانون ده احكام ما بدعمها اي من الفقهاء اللي باسمهم استحكمت المسائل دي. يعني لما تركض تاخذ مذهب من المذهب الحنفي حاجه، من المذهب المالكي حاجه، من المذهب الحنبلي حاجه، وفي كل حاله النتيجه بتصليها نتيجه الفقيه اللي انت زاعم دعمه لوجهه النظر ما وافق عليها. ولا في مركزيه في الميثودولوجي اصول الفقه، لان كل المدارس دي عندها اختلاف في اصول الفقه بتاعها. فانت لما تاخذ الاحكام من غير ما تتفق مع اصول الفقه بتاعت المدرسه المعينه وصلت لنتائج غير مشروعه عند المدرسه اللي انت بتزعم انك بتطبق احكامها. فالمساله كلها بدعه. يعني مساله الحوار الشخصيه بدعه استعماريه لم تاتي في المنطقه الاسلاميه قبل الاستعمار. واحتفظناها بها بعد الاستعمار. عشان كده انا بقول بانه قانون الاسره قانون علماني مثل غيره من كل القوانين الاخرى. ما هو اسلامي. ما في قانون اسلامي ولا يمكن ان يكون. معلش الزمن انا مستعد نرجع الموضوع ده ثاني لو حبيته. عفوا انا بس بسرعه الاخ علي حمد. انا ما قلت الانسان ما برجع للخلف ولا برجع للخلف، قلت انه عندنا احنا حنين لسودان الستينيات كانما انه لو رجع لنا خلاص امور تبقى كويسه. يعني كانما انه لو قدرنا لكن اللي بس عايز اقول لك ما هو شنو انه في مظاهر متخلفه اكثر مما كانت عندنا. دي مساله خطيره بنحتاج زي مشروع الدقون ده مثلا. يعني ما فيش حاجه افرغ من كده. الناس في شنو الحسانيه في شنو؟ لانه ناقصنا. لكن كويس فاذا انا عالم متفقين يعني انه في تخلف حاصل بيجي. لكن لاحظوا انه المسائل دي التاريخ مخلفها. يعني الحياه عندها قانون. القانون ده ماشي لقدام لو نحن مشينا معاه ولا لا؟ ممكن يخلفنا لكن مش ما بيخلفه. انا بفتكر كده، بفتكر بانه في يعني طبيعه. وين نحن في القرن ال21 بنتكلم عن طول الدقون وحفر الشوارب وبتاع كلام زي ده، كلام فارغ. كلام انصرافي ما بحل مشكلة أي زول ولا زول صاحب الدين نفسه. فعفوا طيب شكرا.